أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العليم الحكيم، والصلاة والسلام على من وصى بسلك سبل العلم، وعلى آله وصحبه ذوي الهمم، ومن تبعهم ببصيرة نحو القمم. وبعد، صاحب السمو السيد محمد بن ثويني بن شهاب آل سعيد الموقر، راعي الحفل سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، المكرمون أصحاب السعادة أعضاء الهيئات الأكاديمية والأكاديمية المساندة والإدارية، أولياء الأمور، مشاهدين الأعزاء عبر قناة عمان مباشر، الخريجون والخريجات، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن قوة عماننا تتمثل في بناء إنسانها، وإن هيبة صروحنا العلمية تكمن في مهمة بناء العقول وتصدير القدرات ورفد الطاقات. وما حفلنا هذا إلا توقير للعلم وتعزيز للوطن، واحتفاء بمخرجات حاضرها مشرق ومستقبلها واعد بإذن الله. أيها الحفل الكريم، إن الجامعة بخطتها ورؤيتها وموظفيها منذ لحظة قبول الطالب، جل همها
تتويج مسيرة الحياة الجامعية بالإنجاز، وختم المسار بالفرحة، وتخليد اللحظات السعيدة في ذاكرة الخريجين. لذا نترككم مع كلمة الجامعة يلقيها الدكتور حافظ بن سعيد الرحبي مساعد رئيس الجامعة بإبرة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع أهل العلم في المقام وكرم حملته خير إكرام، والصلاة والسلام على النبي الأمي ما صدحت الأقلام وارتفعت بالسرور والبهجة حروف الكلام، صاحب السمو السيد محمد بن ثويني بن شهاب آل سعيد الموقر راعي حفلنا، سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، المكرمون أصحاب السعادة أعضاء الهيئات الأكاديمية والأكاديمية المساندة والإدارية، أولياء الأمور الخريجون والخريجات، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء مفعم بالفخر، مبجل بالاعتزاز، معظم بفرح استثنائي، حيث نحتفي بتخريج كوكبة قوامها 558 خريجاً وخريجة من فرعي الجامعة بصور وإبرة، سوف تعلو بهم راية الوطن خفاقة في سماء المجد، فتزدان بهم عماننا بهاءً وإشراقاً، ويمنحونها في ميادين العمل عطاءً دفاقاً. حضورنا الكريم، إن جامعة التقنية والعلوم التطبيقية تتسامى مع الأيام بتوفيق من الله وعطاءات منتسبيها، وتزداد سمواً وشموخاً، فتتجلى منارة سامقة تنشر نور الفكر والعلوم لتعد أجيالاً واعدة لحاضر هذا الوطن ومستقبله في مختلف التخصصات، مع سعي دؤوب وإدراك تام لأهمية اتساق مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل. نحن نحتفل بكل ثقة بمخرجات ذات كفاءات ومهارات علمية وعملية ستسهم بعون الله في بناء مجتمع معرفي مستدام معزز بقدرات تنافسية وابتكارية تعكس ريادة الجامعة وتعكس تميزها في فضاءات التعليم والبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، لما توفره من بيئة محفزة وشراكة فعالة مع المجتمع ومع قطاع الأعمال. وإذ نفتخر ونفاخر بهذه الكوكبة المضيئة من مخرجاتنا، فإنه لا يفوتنا ذكر ما تحقق بكل جدارة واستحقاق من إنجازات بنور فكر منتسبيها وعزم سواعدهم، بوأتها مراكز متقدمة في شتى الميادين، يستفيض منها على سبيل الذكر للحصر الآتي: نيل ثقة وشرف تنظيم هاكاثون ناسا لتطبيقات الفضاء بالتعاون مع وكالة ناسا الدولية للفضاء لتشعل همم شباب عمان لإيجاد حلول مبتكرة لما يربو عن أكثر من 30 تحدياً يواجه كوكب الأرض والفضاء. وفي مجال البحث العلمي، تمكن ثلة من الأكاديميين والطلبة من توظيف مهاراتهم وقدراتهم البحثية في الحصول على تمويل قارب 200,000 ريال عماني خلال 3 أعوام الأخيرة. أما في مجال خدمة المجتمع، فقد كان للمبادرين بفرعي الجامعة دور فاعل في تقديم أكثر من 80 برنامجاً تدريبياً لخدمة المجتمع وبرامج حماية البيئة، إضافة إلى تقديم خدمات استشارية لمختلف مؤسسات المجتمع. كما مكنت الجهود المبذولة والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص من الحصول على تمويل لتجهيز مختبر الأمن السبراني بفرع الجامعة بإبرة بمبلغ وقدره 31,000 ريال عماني
من الشركة العمانية الهندية للسماد وميفكو، وكللت جهود الزملاء في فرع صور من الحصول على تمويل لمشروع بحثي من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال. وحصل منتسبو الفرعين من طلبة وموظفين على مراكز متقدمة في العديد من المسابقات المحلية والإقليمية والدولية، نذكر منها جائزة أفضل فيلم وثائقي في الأفلام الدولية الذي نظمته جامعة UBS بجمهورية الهند، كما حصل نفس العمل على 3 جوائز من الفئة الأولى بمهرجان الباطنة السينمائي الدولي الثاني، والذي اختاره كذلك أحد صناع الأفلام الدوليين ليعرض في دور سينما في مدينة مدريد الإسبانية خلال الأيام القادمة. كما حصلت مجموعة من الطلبة على المراكز الأولى في مجالات الطاقة المتجددة والبودكاست والبحوث في ملتقى الإبداع الطلابي 20، والمركز الأول في مسابقة الروبوت التي أقيمت في الكلية الحديثة للتجارة والعلوم، وكذلك المركز الأول في مسابقة فينتك هاكاثون التي نظمها فرع الجامعة بالمصنعة. كما فاز العرض المسرحي شباب ولكن بجائزة أفضل عرض متكامل ثالث في المهرجان المسرحي الجامعي 6 المقام في فرع الجامعة بمسقط. أما فيما يخص إنجازات الموظفين، فقد حصلت الدكتورة سارة العريمية على جائزة CCED 2023 للنهوض بالتعليم ما بعد الجامعي عن فئة الدكتوراه، وحقق الفاضل سالم بن سلطان الحجري المركز 3 في مسابقة الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم للتصوير الضوئي، وهي أكبر مسابقة فوتوغرافية على مستوى العالم. أيها الخريجون، أيتها الخريجات، إن الجامعة تبارك لكم فرحة التخرج وفخر الإنجاز الذي نرجو أن يكون دافعاً لإكمال دراساتكم العليا، واعلموا بأن الطموحين وحدهم من يتجاوزون التحديات بقوة الإرادة ويحققون المنجزات بروح المهارة، لا سيما وأنكم سفراء لجامعة حرصت على اتسامكم بمهارات التعلم مدى الحياة. وتيقنوا بأن التفوق في الحياة يحتاج إلى شخصية وافرة المعرفة، دائمة التنمية، دؤوبة الاستثمار في نفسها وفكرها. كما نوصيكم بالاعتزاز بالهوية والتمسك بالثوابت الوطنية وامتلاك الحصانة المتأصلة في أبناء عمان للحفاظ على المكتسبات الحضارية في زمن الانفتاح. فنتقبل الآخر دون انصهار، ونعاصر التطور دون انحلال، ونواكب التكنولوجيا وانعكاساتها والأحداث وتطوراتها بهدوء عميق وبوعي حكيم ورد فعل إيجابي محافظ على مكتسبات الوطن وقيمنا الأخلاقية الإسلامية. واعلموا بأن الفرص تصنع ولا تنتظر، وأنكم جيل مؤهل لتحويل طموحاتكم واقعاً معاشاً وتوظيف علمكم عملاً رياضياً يشار إليه بالبنان، إذا ما أحسنتم قراءة الواقع واستثمار مناخ عمان المعزز برؤية وطنية للوصول بها عبركم إلى مصاف الدول المتقدمة، كما أراد لها باني نهضتها المتجددة ومهندس رؤيتها الطموحة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. أيها الخريجون، أيتها الخريجات، وأنتم تقفون اليوم على أعتاب مرحلة جديدة بين عتبات مغادرة صرح علمي رائد احتضن أحلامكم وطموحاتكم ومستقبل وطن تهيأ لكم منتظراً منكم البناء والعطاء. ضعوا في خلدكم أنكم وصلتم إلى منصة التتويج هذه بفضل الجهود المضنية للكوادر الأكاديمية والأكاديمية المساندة والإدارية بالجامعة وفروعها.
نهلتم من معينها الصافي علماً ومعرفة، ونلتم من خبراتها إرشاداً وتوجيهاً، فلهم منا جميعاً أنقى كلمات الشكر وأرقى عبارات الثناء. أعزائنا أولياء أمور الخريجين، نبارك لكم شعوركم بالفخر بتخرج أبنائكم، ونشكر لكم تعاونكم البناء من أجل تحقيق هذا الإنجاز الرائع، وندعو الله أن تلازمكم الأفراح بإنجازاتهم مستقبلا. وختاماً، إذ نزف التهاني العطرة للخريجين والخريجات ولأسرهم، لأدعو الله العلي القدير لهم بالتوفيق والسداد وأعوام حافلة بالعطاء خدمة لعمان وللإنسانية جمعاء. كما لا يسعني إلا أن أسجل عظيم الشكر والتقدير لصاحب السمو على تفضله برعاية حفلنا هذا، والشكر كذلك موصول لسعادة الدكتور رئيس الجامعة المحترم وللمكرمين وأصحاب السعادة وللحضور الكريم على مشاركتهم لنا ولأبنائهم الخريجين والخريجات هذا الحدث البهيج. كما لا يفوتني أن أسجل عظيم الامتنان إلى جميع المؤسسات الداعمة لنجاح هذا الحفل، والشكر موصول للمجلس الاستشاري الطلابي بفرعي الجامعة، ولكل من كان له بصمة واضحة على إسهاماتهم في تنظيم ونجاح هذا الحفل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الجمع الكريم، إن لهذه الفرحة صناعا، ولهذا الإنجاز مهرة، ولهذا الشعور ألسنة معبرة، لها منا حق الإصغاء. لذا نترككم الآن مع كلمة الخريجين يلقيها نيابة عنهم الخريج عبد الرحمن بن سالم الحجري، بكالوريوس في الاتصال الجماهيري بكلية الصناعات الإبداعية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خص الإنسان بالعلم، وميزه بالفهم، وجمله بجوامع الكلم، والصلاة والسلام على من سار على دربه السالكون، واقتدى به العارفون، صاحب المعجزة العقلية محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا؟ فالعلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرفا. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الرحمن في قرآنه اتصفا؟ فبان للعقل أن العلم سيده، وقبل العقل رأس العلم وانصرفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضورنا الكرام، إني أقف اليوم أمامكم نيابة عن زملائي الخريجين، فما أجمل تجليات هذا المساء على وجوه كل من حقق وعده. مجد طلبة سطره جهد، فتقلد وساما لطالما انتظروه. وما أسعد هذا اليوم على كل من شاركنا لحظة جني الثمرة المنتظرة. كانت لحظةً رفيقة دربٍ في أذهاننا على سنوات الدوام، لحظةٌ يحدوها أملٌ وتفاؤل، سنواتٌ عبرت عبر سفينةٍ كانت حافلةً بتفاصيل الكفاح، وذكرياتٌ تبقى محفورةً في أذهاننا، مساء تخطيطٍ إلى تتويجٍ ختمناه اليوم بنجاح. إننا نعيش الآن فرحةً لطالما انتظرناها، فأزهرت اليوم ورد مشاعل لا تضاهى، فخراً وانتشاءً لهذا الوطن العزيز. أولياء أمورنا الأجلاء، كان لزاماً علينا أولاً
ونحن نستعد بالانطلاق إلى مواقع المسؤولية والحياة العملية أن نتذكر من كانوا سنداً لنا، آباؤنا وأمهاتنا، من نقشوا حروف العلم لتبحر سفينتنا إلى ذرى المجد والازدهار، فلهم كل الوفاء والامتنان، فشكراً على تضحياتهم وعظيم صبرهم وعطائهم. إخواني الخريجين والخريجات، إننا نحتفل اليوم بيوم حصاد الجهود، ونؤكد إصرارنا على الوفاء بكل ما أبرمنا من عهود في مواصلة مسيرتنا البناء التي تسهم في تنمية عمان من أجل مستقبل أكثر إشراقا. وإننا ومن هذه اللحظة عاقدون العزم على الانطلاق والارتقاء بمسيرة النهضة المتجددة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وسدد على طريق الخير خطاه، مرتكزين على أسس راسخة بما يكفل لعماننا الغالية مستقبلها الباهر ونمائها العامر. أيها الحضور الكريم، كما نوجه شكرنا لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية التي بانتمائنا إليها نتفاخر، متخذين تعاليمها وساماً به نتجاهر، لا سيما وأن الجامعة وفرت لنا البيئة المناسبة كوادر أكاديمية وفنية وإدارية مخلصة لتحقيق ما رسمنا لأنفسنا من طموحات كان لهم الفضل بعد الله بتتويج جهودنا بعظيم الإنجازات شهدت بها المحافل المحلية والدولية، فشكراً لها بحجم السماء وبعظيم هذا الإنجاز، فكانت نعمة السند والمعين طوال فترة دراستنا، ودمتم في ألق وتميز. وفقنا الله جميعاً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل الكريم، إن فرحة الخريجين تتوج بالفخر والاعتزاز بين هذا الجمع المبارك والمشهد المهيب. لذا ندعو الدكتور راشد بن ناصر المطاعني مساعد رئيس الجامعة بصور لإلقاء بيان التخرج على الخريجين، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما الآن، يسرني ونيابة عن الأفاضل أعضاء مجلس الجامعة المحترمين دعوة أبنائنا الخريجين والخريجات التكرم بالوقوف لأتلو عليهم بيان التخرج. استناداً إلى نظام جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وبعد إكمال جميع متطلبات التخرج بنجاح، وبناءً على توصية المجلس الأكاديمي وموافقة مجلس الجامعة، تقرر منحكم الدرجات العلمية بحسب مؤهلاتكم الأكاديمية مع ما يصاحب هذه الدرجات من حقوق وامتيازات. شكراً لكم، وتفضلوا بالجلوس. أيها الحضور الكريم، وصلنا بكم إلى لحظة التتويج والتكريم، لذا نتشرف بدعوة صاحب السمو
السيد محمد بن ثويني بن شهاب آل سعيد الموقر راعي حفلنا، بمعية الدكتور راشد بن ناصر المطاعني مساعد رئيس الجامعة لتسليم الشهادات للخريجين، فليتفضلا مشكورين. كما ندعو الدكتور أحمد بن زهران البراشدي نائب مساعد الرئيس للشؤون الأكاديمية لتكريم الطلبة المجيدين بفرع الجامعة بصور، فليتفضل مشكورا. درجة البكالوريوس كلية العلوم التطبيقية والصيدلة. درجة البكالوريوس تخصص التقنية الحيوية للغذاء والزراعة علياء بنت خلفان بن محمد المشرفية. تخصص التقنية الحيوية البيئية عهود بنت سالم بن خلفان المشرفية. كلية علوم الحاسوب والمعلومات درجة البكالوريوس تخصص أمن تقنية المعلومات غدير بنت سيف بن سعيد المقابلية. تخصص تطوير تطبيقات البرمجيات عبير بنت ناصر بن حميد السالمية. كلية الصناعات الإبداعية درجة البكالوريوس تخصص العلاقات العامة ندى بنت عبد الله بن مسلم العريمية. تخصص الإعلام الرقمي سمية بنت حمد بن صاروخ السلطية. نشكر الدكتور راشد بن ناصر المطاعني والدكتور أحمد بن زهران البراشدي على مشاركتهم، ويسرنا أن ندعو الدكتور حافظ بن سعيد الرحبي مساعد الرئيس بمعية الدكتور عبد الله بن خلفان العزري نائب مساعد الرئيس للشؤون الأكاديمية لتكريم الطلبة المجيدين بفرع الجامعة بإبرة. كلية الهندسة والتكنولوجيا درجة البكالوريوس تخصص الهندسة الميكانيكية أحمد بن سيف بن مبارك الجلنداني. درجة الدبلوم المتقدم تخصص الهندسة الميكانيكية محمد بن عبد الله بن سليمان المحروقي. درجة الدبلوم المتقدم تخصص الهندسة الكهربائية منذر بن محمد بن حمد الراشدي. درجة الدبلوم المتقدم تخصص هندسة الإلكترونيات والاتصالات قصي بن هديب بن سعيد الحبسي. درجة الدبلوم تخصص الهندسة الميكانيكية محمد بن خلفان بن أحمد الهديفي. درجة الدبلوم تخصص الهندسة الكهربائية. درجة البكالوريوس تخصص الهندسة المعمارية زوينة بنت أحمد بن علي الحارثية. درجة البكالوريوس تخصص الهندسة الكهربائية بثينة بنت عيسى بن صالح البوسعيدية.
درجة البكالوريوس تخصص هندسة الإلكترونيات والاتصالات أزهار بنت محمد بن راشد الراشدية. درجة البكالوريوس تخصص هندسة الحاسوب سهى بنت خليفة بن سعيد النعمانية. درجة الدبلوم المتقدم تخصص هندسة الإلكترونيات والاتصالات عائشة بنت سعيد بن سالم الشيذانية. درجة الدبلوم تخصص هندسة الإلكترونيات والاتصالات طيف بنت سعيد بن خليفة المسعودية. كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال درجة الدبلوم المتقدم تخصص المحاسبة الفضل بن يحيى بن سعيد البرواني. درجة الدبلوم تخصص إدارة الموارد البشرية أحمد بن محمد بن سالم القريني. درجة الدبلوم تخصص المحاسبة سلطان بن صالح بن حمود الشيذاني. الطالبات المجيدات في كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال درجة البكالوريوس تخصص إدارة الموارد البشرية بشرى بنت خلفان بن خميس المطاعنية. درجة البكالوريوس تخصص المحاسبة فاطمة بنت سليمان بن ناصر الأغبرية. درجة الدبلوم المتقدم تخصص إدارة الموارد البشرية سناء بنت عامر بن محمد الرحبية. الطلبة المجيدون في كلية علوم الحاسوب والمعلومات درجة الدبلوم تخصص تطوير البرمجيات فيصل بن عبد الله بن سعيد المنذري. الطالبات المجيدات في كلية علوم الحاسوب والمعلومات درجة البكالوريوس تخصص أمن المعلومات منال بنت محمد بن حميد العامرية. درجة الدبلوم المتقدم تخصص هندسة البرمجيات سارة بن جمعة بن سعيد الداودية. درجة الدبلوم تخصص الشبكات نردين بنت محمد بن عبد الله الشبيبية. نشكر الدكتور عبد الله بن خلفان العزري نائب مساعد الرئيس للشؤون الأكاديمية على مشاركته، وندعو الدكتورة فاطمة بنت ناصر الحارثية نائبة مساعد الرئيس للأنظمة الإلكترونية والخدمات الطلابية للمشاركة في تسليم الشهادات للخريجين. كلية الهندسة والتكنولوجيا. ندعو الدكتور سامي الغنيمي رئيس قسم الهندسة للمشاركة في تسليم شهادات خريجي كلية الهندسة والتكنولوجيا. درجة البكالوريوس تخصص الهندسة المعمارية أحمد بن عبد الله بن محمد البوسعيدي، يوسف بن أحمد بن ناصر القاسمي،
حسين بن مبارك بن حسين البوسعيدي، زكريا بن حمد بن حمود الحبسي، معاذ بن عبد الله بن خميس البوسعيدي، درجة البكالوريوس تخصص الهندسة الميكانيكية، هيثم بن سيف بن ناصر السعدي، أمجد بن خلفان بن مبروك المالكي، محمد بن ناصر بن راشد العلوي، ناصر بن منصور بن ناصر الراشدي، درجة البكالوريوس تخصص الهندسة الكهربائية، راشد بن سعيد بن راشد النعماني، أحمد بن حمد بن راشد الحجري، معاذ بن محمد بن محمود بني عرابة، حمد بن سالم بن سعيد الحارثي، دارس بن عبد الله بن هديب الحارثي، بدر بن ناصر بن سليمان الحبسي، درجة الدبلوم المتقدم تخصص الهندسة الميكانيكية، محمد بن شغيل بن سالم السلطي، مرشد بن سليمان بن سعيد المغيري، ماهر بن عامر بن أحمد الحارثي، أيمن بن أحمد بن سعيد البراشدي، إدريس بن عبد الله بن حمد المالكي، صالح بن أحمد بن حمد المعولي، خالد بن عبد الله بن حمد المدهوشي، درجة الدبلوم المتقدم تخصص الهندسة الكهربائية، سعيد بن إبراهيم بن سعيد الحبسي، أيوب بن عبد الله بن سيف السعدي، حمد بن خلفان بن حمد الحبسي، محمد بن خليفة بن عبد الله المسكري، محمد بن زايد بن سلطان المحروقي، يونس بن حمد بن محمد الراشدي، درجة الدبلوم المتقدم تخصص هندسة الحاسوب، أسعد بن أحمد بن محمد البلوشي، خميس بن وليد بن خميس البلوشي، درجة الدبلوم تخصص الهندسة المعمارية، قاسم بن ناصر بن راشد الخضيري، المعتصم بن جابر بن حمود الرواحي، اليقظان بن حمد بن سيف الإسماعيلي، عدنان بن راشد بن محمد الساعدي، محمد بن أنور بن مسلم الراسبي، مطر بن فائل بن الخزيمي العويسي، أحمد بن عبد الله بن سالم المحروقي،
الأزهر بن محمد بن حمود المصلحي. محمد بن أحمد بن سعيد الرواحي. طلال بن فيصل بن عبد الله العلوي. محمد بن سالم بن سليم القابري. محمد بن سعيد بن سلطان العويسي. ناصر بن راشد بن مسعود العامري. الوليد بن خالد بن سعيد الراسبي. درجة الدبلوم تخصص الهندسة الميكانيكية، ناظم بن داود بن دادين البلوشي. عبد العزيز بن عبد الله بن خلفان الحبسي. سعود بن سليم بن سالم المبسلي. حاتم بن خادم بن حمد العويسي. خالد بن خلفان بن حمود الراسبي. الحكم بن حمود بن عامر الشبيبي. عمار بن علي بن عامر الوردي. إبراهيم بن سعيد بن سالم الوهيبي. ناصر بن علي بن ناصر العويسي. قيس بن قاسم بن محمد المقحوصي. مروان بن حميد بن حمد الحارثي. فيصل بن راشد بن محمد الحبسي. عمر بن سالم بن حمد الحجري. علي بن محمد بن علي البلوشي. مهند بن حمد بن ناصر المسكري. سعيد بن مبارك بن خلفان الفراجي. اليسع بن عيسى بن حمد الرواحي. نواف بن محمد بن حمد الحجري. صالح بن سويدان بن عقيدان المضيلعي. محمد بن أحمد بن محمد الرواحي. سليم بن خادم بن سليم السعدي. محمد بن عبد الله بن بخيت السباعي. حمود بن سالم بن مصبح الصواعي. أسامة بن حمود بن سليم الزكواني. بسام بن خميس بن راشد المشرفي. راشد بن حمد بن راشد الغنيمي. مسلم بن صالح بن مسلم المسكري. حميد بن سيف بن حميد المعمري. خالد بن سالم بن عامر المنجي. اليقظان بن سعيد بن حمد السعدي. خلفان بن سالم بن خلفان الراشدي. عبد الرحمن بن عزان بن علي الحضرمي. درجة الدبلوم تخصص الهندسة الكهربائية، عمر بن ناصر بن علي العامري.
سعيد بن محمد بن سعيد الخضوري، ناصر بن محمد بن حسن البلوشي، مازن بن سالم بن حميد الشكيلي، محمد بن أحمد بن محسن الشبيبي، سالم بن حميد بن راشد الدرعي، محمد بن خميس بن علي الغيلاني، زكريا بن خاطر بن مصبح الجهمني، عامر بن سالم بن حمود النوفلي، حمود بن حمد بن حمود العامري، أحمد بن حمد بن سعيد المسكري، ركان بن حميد بن محمد الحجري، حمد بن سالم بن حمد الراسبي، عبد الرحمن بن حمد بن مسلم المزامي، سعيد بن هلال بن شامس الحارثي، منذر بن سلطان بن منصور الرواحي، جيفر بن حمود بن عيسى الحزامي، سعيد بن راشد بن سالم الزرعي، عامر بن سعيد بن حمدان الراجحي، معاذ بن محمد بن حامد العامري، هيثم بن محمد بن صالح العامري، ناصر بن محمد بن سالم السنيدي، محمد بن علي بن ظاهر الراشدي، محمد بن مسعود بن حمد العامري، محمد بن زاهر بن مصبح العريمي، محمد بن جاسم بن محمد الزرعي، محمد بن سالم بن راشد الحجري، سليمان بن سالم بن سعيد الرحبي، منذر بن محمد بن خلفان الشعيبي، شهاب بن أحمد بن حمود المالكي، بهجة بن ناصر بن راشد العلوي، يعقوب بن عبد الله بن سيف السعدي، أحمد بن راشد بن ثابت الهاشمي، طالب بن هلال بن محمد الهنائي، عبد الرحمن بن حمد بن عبد الله الحبسي، وصلاح بن سعيد بن حمد العلوي، درجة الدبلوم تخصص هندسة الإلكترونيات والاتصالات، عبد الله بن حميد بن خلفان الضاوي، سعيد بن سليمان بن سيف الحبسي، راشد بن محمد بن راشد الفارسي، إسماعيل بن سليم بن سعيد السالمي، المعتصم بن حمود بن راشد السناوي، زكريا بن حمد بن محمد البراشدي،
سعد بن حمد بن سعود الرواحي. سند بن عبد الله بن سليم السنيدي. حمود بن سليمان بن حمود الرواحي. إسماعيل بن يعقوب بن حميد الرواحي. هزاع بن هلال بن سيف الحبسي. أحمد بن حمد بن سليمان الرواحي. علي بن حمد بن علي الراشدي. المنذر بن يوسف بن حميد الحبسي. خميس بن راشد بن عبد الله المشرفي. الوليد بن خالد بن عطي الحسني. منصور بن ناصر بن عبد الله العمري. زياد بن خليفة بن سليم المبسلي. سالم بن سعيد بن جمعة المشرفي. بدر بن ناصر بن محمد القابري. سهيل بن حميد بن علي الكاسبي. سعيد بن فيصل بن سعيد المخيني. وصلاح بن سالم بن حميد الحقري. درجة الدبلوم تخصص هندسة الحاسوب: مانع بن سعيد بن سالم السعدي. عمر بن علي بن سالم المسكري. حمود بن محمد بن حمود الرواحي. ليث بن خلفان بن مصبح الحبسي. حمزة بن محمد بن سالم الرحبي. إبراهيم بن علي بن سالم الدويكي. سالم بن عيسى بن سالم اليزيدي. نصر بن ناصر بن سعيد الوهيبي. محمد بن سيف بن أحمد الرواحي. مختار بن سيف بن ناصر البراشدي. محمود بن سالم بن موسى الشعيبي. وعمر بن يعقوب بن صالح البلوشي. درجة البكالوريوس تخصص الهندسة المعمارية: فاطمة بنت حسن بن محمد الحجرية. لميس بنت حمود بن راشد النعمانية. علا بنت سعيد بن علي المصلحية. مريم بنت أحمد بن سليمان السالمية. سندس بنت زاهر بن عامر الشيبانية. عشيبة بنت حمد بن راشد السعيدية. ياسة بنت سالم بن سعيد الكاسبية. خديجة بنت علي بن سعيد الراشدية. وأصيلة بنت سلطان بن محمد المسرورية.
درجة البكالوريوس تخصص الهندسة الكهربائية سامية بنت عامر بن محمد السلامية. وداد بنت سالم بن حمد الهاشمية. نعمة بنت سعيد بن حمد الخوذرية. رؤى بنت محمد بن عامر العزرية. ثريا بنت فهد بن مبارك السنانية. درجة البكالوريوس تخصص هندسة الإلكترونيات والاتصالات آلاء بنت عبد الله بن محمد البوسعيدية. مزون بنت أحمد بن عامر الهاشمية. انتصار بنت ناصر بن عبد الله الشرجية. وداد بنت سليمان بن سلطان العزرية. أبرار بنت فايل بن سالم الكاسبية. علياء بنت راشد بن محمد الشعيبية. هاجر بنت مبارك بن عامر الهاشمية. تهاني بنت مبارك بن فريش العلوية. مروة بنت يوسف بن سالم السعدية. جهينة بنت ناجم بن سعيد العلوية. نجود بنت سالم بن سعيد القنوبية. ندى بنت عبد الله بن محمد البلوشية. وفاطمة بنت محمد بن علي الحجرية. درجة البكالوريوس تخصص هندسة الحاسوب أصالة بنت سعيد بن علي الرواحية. الزهراء بنت سعيد بن محمد الحجرية. نشوى بنت محمد بن عبد الله الحبسية. درجة الدبلوم المتقدم تخصص الهندسة المعمارية تقى بنت حمد بن ناصر الرحبية. منى بنت صالح بن حمد الشحيمية. بلقيس بنت حمد بن سعيد الشرجية. درجة الدبلوم المتقدم تخصص الهندسة الكهربائية هاجر بنت ربيع بن سالم البدوية. سلمى بنت سالم بن محمد الجديلية. وفاطمة بنت خلفان بن سالم السلطية. درجة الدبلوم المتقدم تخصص هندسة الإلكترونيات والاتصالات عزاء بنت سعيد بن حميد الصوافية. علا بنت علي بن مسعود الحبسية. وإيمان بنت عبد الله بن حمد الحجرية. درجة الدبلوم تخصص الهندسة الكهربائية ثريا بنت محمد بن عامر السليمية. درجة الدبلوم تخصص هندسة الإلكترونيات والاتصالات غدير بنت حمد بن حمود الصوافية. رايا بنت أحمد بن حمود الحجرية.
وريان بنت سيف بن عبد الله السوطية. درجة الدبلوم تخصص هندسة الحاسوب مآثر بنت حمد بن عامر الهاشمية. نشكر الدكتور سامي غنيمي رئيس قسم الهندسة على مشاركته. كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال. يسرنا أن ندعو الدكتورة حبيبة بنت محمد المغيرية رئيسة قسم الدراسات التجارية للمشاركة في تسليم شهادات خريجي كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال. درجة البكالوريوس تخصص إدارة الموارد البشرية حمدان بن ناصر بن حمدان الرواحي. درجة البكالوريوس تخصص المحاسبة حمد بن عبد الله بن راشد الداودي. درجة الدبلوم المتقدم تخصص إدارة الموارد البشرية نصر بن ناصر بن إسماعيل البلوشي. درجة الدبلوم المتقدم تخصص المحاسبة درجة الدبلوم تخصص إدارة الموارد البشرية سيف بن مهنا بن حميد البرطماني. إبراهيم بن محمد بن سالم السعدي. سيف بن سعيد بن سيف الحارثي. آدم بن حليس بن خلفان المقحوصي. محمد بن راشد بن سالم الهاشمي. أحمد بن زاهر بن خلفان الحسني. الحسن بن علي بن حسين الرحبي. محمد بن سعيد بن عبد الله المشرفي. وسالم بن عبيد بن العبد القديلي. درجة الدبلوم تخصص المحاسبة مازن بن ناصر بن سرحان المقيمي. معتز بن علي بن حمد الحبسي. عمر بن سعيد بن عامر الحابسي. نبهان بن سيف بن سالم الحبسي. زايد بن خلفان بن عبد الله المقحوصي. ناصر بن عامر بن ناصر الحبسي. رائد بن سليمان بن سليم النعماني. مرشد بن عامر بن وليد الحبسي. أيمن بن حمد بن ناصر الرحبي. عزان بن سالم بن سيف الشرقي. وائل بن محمد بن خلفان النعماني. ومحمد بن سلطان بن محسن الشبيبي. درجة البكالوريوس تخصص إدارة الموارد البشرية
حنين بنت ياسر بن سيف الرواحية. منار بنت خلفان بن مسعود العسرية. أمل بنت سلطان بن سعيد الشرقية. وشمسة بنت سعيد بن سليمان اليزيدية. درجة البكالوريوس تخصص المحاسبة عبير بن سالم بن سعود الشبيبية. طيف بنت علي بن سالم لوهيبية. سماهر بنت جمعة بن ساعد الهيملية. ترتيل بنت سعيد بن محمد الأغبرية. حنان بنت سعيد بن صالح المقيمية. مية بنت سليمان بن سالم القاسمية. وموزة بنت حديد بن مبارك العلوية. درجة الدبلوم المتقدم تخصص إدارة الموارد البشرية ثريا بنت أحمد بن محمد البروانية. زيانة بنت ناصر بن مهيدي البطاشية. وضحى بنت ناصر بن عبد الله الحبسية. وردينا بنت محمد بن حمد البوسعيدية. درجة الدبلوم المتقدم تخصص المحاسبة ميا بنت سالم بن سيف الأغبرية. دعاء بنت مصبح من مبارك الحبسية. خلود بنت سالم بن حمود البلوشية. وضياء بنت علي بن ناصر الحجرية. درجة الدبلوم تخصص إدارة الموارد البشرية صفاء بنت حميد بن حمود الحسنية. تهال بنت راشد بن خميس العلوية. نقوى بن سبيت بن سعيد المقيمية. هنوف بنت عوض بن مبارك الهاشمية. ومريم بنت صغير بن سليم الوهيبية. درجة الدبلوم تخصص المحاسبة الزهراء بنت خلفان بن حمود النعبية. خلود بنت راشد بن محمد المشرفية. أحلام بن سلطان بن حميد العامرية. موضي بنت عبد الله بن خميس القعفرية. زهور بن سليم بن عبد الله الزيدية. أروى بنت خليفة بن سليمان النعبية.
ندى بن سالم بن سعيد الهاشمية. زمزم بنت عبد الله بن سالم الرزيقية. زكية بنت شطيط بن سالم القنوبية. مروة بنت ناصر بن أحمد الشبيبية. فاطمة بن سالم فاطمة بن سامي بن ربيع الهنائية. ملاك بنت خميس بن راشد الجعفرية. وريمة بنت جابر بن سالم السعدية. نشكر الدكتور حافظ بن سعيد الرحبي مساعد الرئيس، والدكتورة فاطمة بنت ناصر الحارثية نائبة مساعدة الرئيس مساعد الرئيس للأنظمة الإلكترونية والخدمات الطلابية، والدكتورة حبيبة بنت محمد المغيرية رئيسة قسم الدراسات التجارية على مشاركتهم تسليم الشهادات للخريجين. كما يسرنا أن ندعو صاحب السمو الموقر راعي الحفل لفاصل مع عرض مرئي.
يسرنا أن ندعو صاحب السمو الموقر راعي الحفل بمعية الدكتور راشد بن ناصر المطاعني مساعد الرئيس، والفاضل سلطان بن سيف السراعي نائب مساعد الرئيس للأنظمة الإلكترونية والخدمات الطلابية لاستكمال تسليم الشهادات للخريجين. ندعو الفاضلة كلية علوم الحاسوب والمعلومات. ندعو الفاضلة زينة بنت راشد القفيلية والدكتور الحمزة منذر الألوسي للمشاركة في تسليم شهادات خريجي كلية علوم الحاسوب والمعلومات، فليتفضلوا مشكورين. درجة البكالوريوس تخصص أمن المعلومات إبراهيم بن محمد بن جابر الحارثي. مازن بن أحمد بن سلوم السلطي. درجة البكالوريوس تخصص الشبكات راشد بن سعيد بن سالم الغيلاني. درجة الدبلوم المتقدم تخصص أمن المعلومات أدهم بن سليمان بن سليم الحسني سلطان بن سيف بن سعيد البوسعيدي. درجة الدبلوم تخصص الشبكات سعيد بن محمد بن حمد المعمري محمد بن بدر بن ناصر الحقري. عبد الرحمن بن مسلم بن خلف الظاهري. مونس بن تيسير بن مبارك الحارثي. درجة الدبلوم تخصص تطوير البرمجيات سالم بن راشد بن سالم الحسيني. زياد بن سالم بن مدخول القفيلي. درجة البكالوريوس تخصص أمن المعلومات خلود بنت مسعود بن سالم بني سعد. أسماء بن جمعة بن جمي البدرية. سوسن بن زاهر بن سعيد النعبية. يسرى بن سعيد بن حميد الحربية. آلاء بنت أحمد بن علي العامرية. ريما بن سعيد بن مبارك العلوية. رحاب بنت خميس بن شنان الزوايدية. زينب بن سالم بن سعيد العمرية. سليمة بنت حمود بن حمد الحسنية. خلود بن سالم بن علي الرواحية. ريهام بنت أحمد بن عامر الحارثية.
هاجر بنت يوسف بن سيف الأغبرية. سارة بنت علي بن حمود المخينية. الغالية بنت أُني بن خميس الراسبية. نهال بنت سعيد بن صالح المشايخية. جهينة بنت ناصر بن حمد اللمكية. جواهر بنت عيسى بن محمد الضويانية. جواهر بنت راشد بن سليم البلوشية. بلقيس بنت طلال بن ناصر العوفية. ريم بنت حمد بن عامر السيفية. درجة البكالوريوس تخصص تطوير تطبيقات البرمجيات. رقية بنت عائل بن سعيد القلندانية. ماريا بنت سعود بن حمد العريمية. عذاري بنت خلفان بن سليم الشعيبية. رنا بنت ناصر بن سعيد الخزيرية. أنوار بنت عبد الله بن غابش السعدية. خديجة بنت عيسى بن علي البلوشية. شيخة بنت مسلم بن سويلم الحجرية. يسرى بن سالم بن علي المشرفية. هاجر بنت خميس بن ربيع الغيلانية. شهد بنت خليفة بن محيل المطاعنية. مريم بنت حمد بن خميس المعمرية. درجة البكالوريوس تخصص الشبكات طيف بنت راشد بن خلفان المحيقرية. ثريا بنت بطي بن سليم الكلبانية. أمل بنت مسلم بن سرحان العلوية. زينب بنت حمد بن جمعة العريمية. غدير بنت سعيد بن عبد الله الجابرية. نوف بنت سالم بن راشد العلوية. زيون بنت خميس بن صالح العلوية. حوراء بنت عبيد بن هديب الحجرية. فاطمة بنت صالح بن عامر المعمرية. جيهان بنت فرحان بن العبد المحروقية. أثير بنت خميس بن علي المسكرية. نوف بنت خميس بن سالم البلوشية.
وسهام بنت سعيد بن حسين السلطية. درجة الدبلوم المتقدم تخصص أمن المعلومات أميمة بن صالح بن سعيد بني عرابة. أزهار بنت هلال بن زاهر الإسماعيلية. سندس بنت ناصر بن سيف السناوية. مروة بنت غدير بن راشد الوهيبية. شروق بنت هلال بن أحمد القاسمية. أماني بنت سيف بن سلطان شبيبية. صفية بنت راشد بن خلفان البطاشية. تهاني بنت سعيد بن علي الرواحية. غيثة بنت سالم بن سليم السعدية. وشيخة بنت عبد المنعم بن خميس العلوية. درجة الدبلوم المتقدم تخصص هندسة البرمجيات زهرة بنت راشد بن سعيد السعدية. الثريا بنت سعيد بن ماجد البروانية. إلهام بنت يعقوب بن حميد المسكرية. درجة الدبلوم المتقدم تخصص الشبكات فاطمة بنت عبد الله بن حبيب الداودية. درجة الدبلوم تخصص الشبكات مروة بنت مالك بن سعيد النظيرية. عهود بنت سالم بن محمد السعدية. مسكة بنت سلطان بن علي الحكمانية. طيف بنت حمد بن خلفان المعمرية. نورة بنت سعيد بن سالم البرطمانية. عذراء بنت غدير بن حميد القديلية. غالية بنت علي بن محمد القديلية. ريم بنت العبد بن سالم الوهيبية. مريم بنت خميس بن عبد الله الشعيبية. أوصاف بنت مسلم بن غنيم البرطمانية. صفية بنت علي بن سيف النقيدية. شيم بنت خميس بن خادم النقادية. مريم بنت سيف بن مبارك القلندانية. ابتهال بنت إبراهيم بن عيسى الشعيبية. رحاب بنت يوسف بن عامر النظيرية. ريم بنت خميس بن سليمان الراسبية.
صفاء بنت محمد بن عامر الحجرية. الثريا بنت سالم بن سليم المصلحية. ود بنت سيف بن راشد الصوتية. رفيدة بنت عبد الله بن خليفة الشعيبية. سالمة بنت حمد بن خميس العواسية. وريهام بنت ثاني بن علي المشرفية. درجة الدبلوم تخصص تطوير البرمجيات أفراح بنت محمد بن سيف السالمية. شروق بنت غريب بن سلطان العامرية. علياء بنت عدي بن سلطان المسكرية. خديجة بنت خلفان بن سالم الحبسية. مشاعل بنت محمد بن حمد الإسماعيلية. نسيبة بنت نصيح بن حمد البراشدية. مريم بنت ناصر بن علي الوهيبية. ماريا بنت ناصر بن سالم القابرية. رحاب بنت محفوظ بن عيسى الرحبية. أسيل بنت سعيد بن ربيع الغيلانية. أماني بنت خميس بن علي المسلمية. عائشة بنت سالم بن سعيد الرحبية. عهود بنت علي بن عامر الحبسية. أنوار بنت محمد بن سعيد السعيدية. هادية بن سليمان بن خليفة القنوبية. العصماء بنت خليفة بن عبيد المشايخية. حورية بنت مسلم بن سالم الرحبية. شيماء بنت سعيد بن مصبح المسكرية. نصراء بنت سعيد بن حميد المالكية. هبة بنت فايل بن خلفان السعدية. أماني بنت خميس بن عامر السعيدية. صفاء بن سلطان بن حمد الهاشمية. جهينة بنت صالح بن جابر الراشدية. درجة الدبلوم تخصص تقنية المعلومات بدور بنت بدر بن سالم الوهيبية. عاهد بنت عبد الله بن سالم التمتمية. أنوار بنت حمد بن سالم المطاعنية. هداية بنت شطيط بن علي الرحبية.
رقوة بنت باسم بن سالم الحسينية، رزان بنت سالم بن خلفان الهادية، طيف بنت أحمد بن مسلم المشرفية، وتسنيم بنت وليد بن خميس النقاشية. نشكر الفاضلة زينة بنت راشد القفيلية والدكتورة الحمزة منذر اللوسي على مشاركتهم. كلية العلوم التطبيقية والصيدلة. والآن ندعو الدكتورة سارة بنت حمد العريمية رئيسة قسم التقنية الحيوية التطبيقية للمشاركة في تسليم الشهادات لخريجي كلية العلوم التطبيقية والصيدلة. التقنية الحيوية التطبيقية درجة البكالوريوس، تخصص التقنية الحيوية البحرية، محمد بن يوسف بن خميس البلوشي. درجة البكالوريوس، تخصص التقنية الحيوية للغذاء والزراعة، أحمد بن سالم بن مبارك المقيمي. درجة البكالوريوس، تخصص التقنية الحيوية البحرية، خلود بنت محمد بن جمعة الجعفرية. رقية بنت عيسى بن سالم الخروصية. الزهراء بنت خلفان بن سالم المعمرية. مروة بنت منصور بن محمد المحروقية. سارة بنت علي بن صالح السليمية. صفاء بنت سليمان بن خلفان الندابية. بدرية بنت عامر بن حميد المشرفية. وسهيلة بنت خميس بن حمد الجعفرية. درجة البكالوريوس، تخصص التقنية الحيوية البيئية، هبة بنت محمد بن سعيد العبرية. ميثاء بنت سالم بن مبروك القنوبية. وفاء بنت راشد بن مسعود البهلولية. مروة بنت مسلم بن سعيد المشايخية. الشيماء بنت سعود بن خميس الفراجية. أميمة بنت أحمد بن محمد الكميانية. بيان بنت فهد بن عبد الله العريمية. لولوة بنت علي بن محمد العريمية. مزنة بنت حمد بن محمد الجابرية. سوسن بنت سعيد بن عبد الله العلوية. رزان بنت خليفة بن عبد الله الخضورية. وجهاد بنت جمعة بن خميس السنيدية. درجة البكالوريوس، تخصص التقنية الحيوية للغذاء والزراعة، سمية بنت خلفان بن محمد المشرفية. شهد بنت خالد بن حمد المخينية. سالمة بنت راشد بن سعيد المشرفية. هاجر بنت راشد بن علي الجهورية.
نوف بنت مسلم بن عبد الله الحربية. آية بنت سالم بن أحمد العمرية. مريم بنت صالح بن سالم الراشدية. ريما بنت حمد بن ناصر الكاسبية. نور بنت سالم بن سلطان الشبلية. شيماء بنت صالح بن محمد البلوشية. علياء بنت علي بن العبد الوهبية. فاطمة بنت ماجد بن حمد الدوحانية. وبشاير بنت سعيد بن علي الرواحية. نشكر الدكتورة سارة بنت حمد العريمية رئيسة قسم التقنية الحيوية التطبيقية على مشاركتها. كلية الصناعات الإبداعية. ندعو الفاضلة هناء بن جمعة السليمية رئيسة قسم الاتصال الجماهيري للمشاركة في تسليم الشهادات خريجي كلية الصناعات الإبداعية. الاتصال الجماهيري درجة البكالوريوس تخصص الإعلام الرقمي حمد بن جلال بن حمد الشهاب. عبد الرحمن بن سالم بن محمد الحجري. درجة البكالوريوس تخصص الصحافة خالد بن عبد الله بن مبارك الحتروشي. درجة البكالوريوس تخصص العلاقات العامة عادل بن صالح بن سبيت العريمي. عمار بن هويشل بن عامر الصالحي. سلمان بن محمد بن سليمان الزجالي. وراشد بن صالح بن علي الشلي. درجة الدبلوم تخصص الاتصال الجماهيري بدر بن ناصر بن عبد الله الجعفري. يقظان بن ناصر بن عبد الله الحوقاني. درجة الدبلوم درجة البكالوريوس تخصص الإعلام الرقمي عهد بنت ياسر بن خميس الجهورية. نور الهدى بنت سعيد بن محمد العلوية. عائشة بنت سالم بن خلفان المعمرية. شهد بنت عبد الله بن خميس المخينية. مرام بنت داود بن سليمان الدرمكية. رزان بنت نصر بن سعيد العريمية. أسماء بنت خميس بن محمد الشعيبية. شيماء بنت ناصر بن سعيد الوهيبية. درجة البكالوريوس تخصص الصحافة ذكرى بن جمعة بن سليم السلطية. سمية بنت حمد بن عبد الله الشبيبية. أسماء بنت خلفان بن جميل الغدانية.
مريم بنت محمود بن حمد البلوشية. أميمة بنت سعيد بن خلفان الهطالية. هاجر بنت سالم بن راشد الحاتمية. ووفاء بنت خميس بن خلفان العلوية. درجة البكالوريوس تخصص العلاقات العامة. رياء بنت عبد الله بن جميل الشكيلية. ريم بنت خلفان بن عبد السلطية. آمنة بنت عبد الله بن محمد المعمرية. ريم بنت محمد بن حفيظ الشهاب. عفراء بنت عمران بن حمد المخينية. آلاء بنت سالم بن خلفان الشكيرية. طيف بنت محمد بن سالم الرحبية. مهجة بنت حمد بن صالح الغيلانية. روان بنت محمد بن علي السنانية. عائشة بنت عبد الله بن مسلم العريمية. جيهان بنت خميس بن جمعة العلوية. مزون بنت مبارك بن سرور العلوية. إسراء بنت مسعود بن خلفان السعدية. فاختة بنت حسين بن عبد الله العجمية. حور بنت عادل بن حسن الأحمر. وعد بنت خميس بن سعيد السلطية. رؤية بنت حمود بن علي الحرملية. سليمة بنت ناصر بن سليمان الحبسية. فاطمة الزهراء بنت خلفان بن حمد البوصافية. العنود بنت عادل بن علي البلوشية. سليمة بنت خليفة بن عامر البطاشية. هالة بنت خميس بن خلف العامرية. ومريم بنت سالم بن غابش الشعيبية. درجة الدبلوم تخصص الاتصال الجماهيري. حنين بنت عبد الرحمن بن سالم البلوشية. صفية بنت سالم بن علي العامرية. وهنادي بنت عبد الله بن حشيم المسكرية. نشكر الدكتور راشد بن ناصر المطاعني مساعد الرئيس، والفاضل سلطان بن سيف السراعي نائب مساعد الرئيس للأنظمة الإلكترونية والخدمات الطلابية، والفاضلة هنا بن جمعة السليمية رئيسة قسم الاتصال الجماهيري على مشاركتهم في تسليم الشهادات للخريجين. والآن ندعو رئيس الجامعة سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي لتسليم الهدية التذكارية لراعي الحفل، شكراً وتقديراً على رعايته الكريمة لهذا الحفل.
كما ندعوه لتسليمه هدية تذكارية من فرعي الجامعة، فليتفضل مشكورا. كما ندعو جميع أعضاء مجلس فرعي الجامعة بمعية الطالب إدريس بن عبد الله الحبسي والطالب الأيهم بن أحمد الشهيمي رئيسي المجلس الاستشاري الطلابي لأخذ الصورة التذكارية مع راعي الحفل ورئيس الجامعة. وفي نهاية الحفل نتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من شرفنا بالحضور وشاركنا فرحتنا في هذا المساء السعيد، والشكر موصول إلى قناة عمان مباشرة. وتقبلوا تحياتنا مقدمي الحفل شهد بنت سعود الجابرية ورهف بنت عامر الرحبية، حكيم بن صابر البرطماني وهارون بن ناصر الرواحي واليقظان بن يعقوب السناوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.